الغالي أبو نايف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر بي الأيام وأنا ما زالت تمر بذاكرتي تلك الذكريات لموقف لا أتمناه لأحد، لكن هو قضاء الله وقدره. كان الموقف صعب علي جدا في لحظتها، وما كنت أفكر ولم يخطر ببالي أن أحدا سيقف معي من أهلي في ظرف الذي أمر به في ذلك الوقت. أتذكر تلك اللحظات لحظة بلحظة، حينما وقع علي حادث السيارة وخرجت منها ومعي أخي عمر وابنتي لمياء. لم نصب إلا بإصابات نحمد الله عليها كانت خفيفة، لكن شدة المواقف وصوت الاصطدام وتعالي أصوات من حولنا لم يخففه بعد الله إلا كلماتك الحانية ووقفتك الرائعة. أتذكر كلمتك التي ترددها وما زالت عالقة في ذهني: الحمد لله طيبين طيبين، وأنا أنظر إلى وجهك الذي يملأه التفاؤل والرضا مما كان له أثر طيب على نفسي ومن معي. 10 سنوات مرت لم أنسى ولن أنسى وقفتك معي في تلك الأيام في وقت وقوع الحادث، وبعد الانتقال إلى المستشفى ومكوثنا فيه أياما، ثم انتقالنا بالإخلاء الطبي إلى الرياض. كم كنت حريصا علينا وكأننا أهلك، تراعي مشاعرنا وتتلمس حاجاتنا وتتفقدنا في كل يوم. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شكري لله على إنعامه أرسل لك رسالة شكر على كل ما فعلته معي، ويعجز لساني عن أن أوفيك حقك. لا تتوقع أني يوما سأنساك، فما زال أثر جميل فعالك عالق في ذهني. أتحدث عنك وعن شيمك في كثير من المجالس، كلمة شكر لا تكفيك ومعانيها لا توفيك. أرسل لك شكرا من الأعماق عن كل أفعالك، فما أخ وقف بجواري مثلك، فعملك لا تستطيعه كثير من النفوس، لكن لك مني الدعوات. فأسأل الله أن يوفقك ويحفظك ويبارك لك في عمرك ومالك ووالدك. شكرا 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 لك من أعماق قلبي، وأيقن أني لن أنساك ولن أنسى جميلك. محبك أبو عبد العزيز محمد بن عبد العزيز الشمالي. الله يسلمك يا أبو. الحمد لله. اللهم شو ردك على الرسالة أبو نايف؟ وردي طال عمرك أبو عبد العزيز يستاهل طال عمرك. الحمد لله يعني طيب أنا تمنيت إني ما يعني ما كنت بذاك الموقف، لكن الحمد لله على قضاء الله وقدره. الحمد لله. وهذا خدمة يعني ما عادية جدا، يعني أنا أشوف أنها يعني أخو لأخو لأي إنسان يعني مهما كان، لكن الموقف هذاك الحمد لله على قضاء الله.